ضرب زلزال بقوة 7 درجات قرب جزر مالوكو بشرق إندونيسيا الأربعاء وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، ما أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي في المنطقة. وتحدث مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ التابع لمصلحة الأرصاد الجوية في هاواي عن احتمال حدوث موجات تسونامي خطيرة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال.